اتهم نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السلطات السورية بعدم التجاوب مع بعثة تقصي الحقائق عن الأسلحة الكيماوية وتجاهل الملفات المطلوبة التي تتعلق بالكشف عن مادة كيميائية داخل مرافق في برزة ودوما. وبدوره أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم اعتراف سوريا ودول أخرى بفريق التحقيق وتحديد الهوية ورفضها أي مخرجات صدرت أو ستصدر عنه مستقبلاً انطلاقاً من احترامها وتقيدها والتزامها بنصوص الاتفاقية. اعتبر الائتلاف الوطني المعارض أن استخدام روسيا حق النقد ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال سوريا من تركيا جريمة بحق الشعب السوري، وطالب بإقرار تمديد المساعدات عبر الحدود من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجاوز الابتزاز الروسي. واستنكرت عدة جهات دولية الفيتو الروسي مبينين أنه يهدد حياة حوالي 4 مليون سوري يعيشون شمال غرب سوريا. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيقطع مساعدته الحيوية عن اللاجئين السوريين في الأردن مع بداية الشهر القادم، مؤكداً أن بلاده لن تتحمل العبء لوحدها. وفي السياق، قالت وسائل أعلام لبنانية إن البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة اللبنانية على ضرورة عودتهم إلى بلادهم وأن وجودهم يشكل عبئاً اقتصادياً على البلاد. تستمر التحشيدات العسكرية لكل من التحالف الدولي وقسد نحو خطوط التماس مع النظام السوري ومناطق أخرى في ريف دير الزور شرق سوريا. وبدوره كشف شيخ قبيلة البجارة في الشرق السوري نواف رغب البشير عن حقيقة التحركات الأمريكية الأخيرة التي ارتبطت بنية واشنطن تشكيل قوة عسكرية شرق سوريا قوامها المكون العربي. وأوضح أن التحركات كانت عملية دراسة لمدى القبول بوجود قوى عسكرية من خارج دير الزور، مشيرا إلى أن الأعداد التي خطط لها تصل إلى 6000 عنصر من تلك القوى، على حين أن العدد الذي تم جمعه لا يتجاوز 1200 بسبب الخلافات السابقة. ونفت قصد الأمس الأربعاء الأنباء التي تم تداولها بخصوص تحركات قواتها العسكرية في دير الزور، مؤكدة أن عناصرها قامت بعمليات روتينية للحفاظ على مستوى الأمن والاستقرار لسكان المنطقة. واصل سعر الذهب ارتفاعه بشكل قياسي اليوم الخميس بمقدار 7000 ليرة، وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 540 ألف ليرة وشراء 539 ألف ليرة. وشهدت قيمة الليرة السورية تحسناً نسبياً بعد انخفاضها لمستويات غير مسبوقة، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق اليوم الخميس 10050 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع.